السلام عليكم ورحمة الله. هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وها هنا حدثت معجزة لسيدنا رسول الله، لا بل معجزتان في هذه المنطقة. كان النبي يصلي بأصحابه صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، وفي هذه المنطقة حدثت المعجزة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المعجزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ها هنا صلاة الاستسقاء، فرفع الله غمامه فظللت رأس رسول الله وأصحابه من الشمس. فلما انتهى رسول الله من صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء هي طلب نزول المطر، فلما انتهى رسول الله من صلاة الاستسقاء بسبب الجدب الشديد والقحط الموجود في المدينة، نزل المطر من السماء مباشرة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سموا هذه المنطقة بعد ذلك وهذا المسجد بالخصوص بمسجد الغمام أو مسجد الغمامة، نسبة لهذه المعجزة التي حدثت لرسول الله. خرج رسول الله من مسجده النبوي، وهذا هو المسجد النبوي، وجاء إلى هذه المنطقة، وكانت في هذا الوقت منطقة فضاء لا يوجد فيها بناء. جاءها هنا ليصلي صلاة الاستسقاء، يدعو ربه أن ينزل المطر، ويسأل ربه أن ينزل عليه المطر. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل في هذه المنطقة، إذا بغمامة تأتي فوق في السماء وتظلل على رأس رسول الله وأصحابه من المطر، ثم ينزل المطر كثيفا على المدينة المنورة. لذلك سموا المسجد بمسجد الغمام أو الغمامة، نسبة لهذه المعجزة. هنا حدثت المعجزة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المعجزة هي إن سيدنا رسول الله صلى صلاة الجنازة في هذه المنطقة على النجاشي ملك بلاد الحبشة. الرسول في المدينة المنورة، والنجاشي ملك الحبشة في بلاد الحبشة، يعني في إثيوبيا، يعني بين الرسول وبينه آلاف الكيلومترات، ومع ذلك يأتي الخبر لرسول الله من السماء بأن النجاشي ملك الحبشة مات مسلما وكان يكتم إسلامه. فقال الرسول لأصحابه وهو في مسجده النبوي ها هنا، قال لهم إن أخا لكم في بلاد الحبشة مات، وأمرهم أن يخرجوا إلى هذه البقعة ليصلي عليه صلاة الجنازة. فجاء رسول الله إلى ها هنا، وصلى رسول الله صلاة الجنازة على النجاشي ملك الحبشة. من الذي أخبر رسول الله بأن النجاشي ملك الحبشة مات، مع أن الرسول بينه وبين النجاشي مئات الآلاف، أو ممكن تقول بضعة آلاف من الكيلومترات؟ من الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله عز وجل. هذا المسجد وهذا البناء هو بناء عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة المنورة. لما تولى عمر بن عبد العزيز إمارة المدينة المنورة، تتبع المواضع التي صلى فيها رسول الله، فبنى فيها مسجدا ليخلد ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى اللوحة الإرشادية المكتوبة تقول مسجد المصلى أو الغمامة هو آخر المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم العيدين وصلاة الاستسقاء، كما صلى فيه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته. وعرف هذا المسجد بالمصلى، وتطلق عليه وعلى المنطقة المحيطة به، ويعتبر حد سوق المدينة في العهد النبوي. يقولون ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الأول الهجري، ضمن المساجد والمصليات التي بناها عمر بن عبد العزيز عندما كان أميرا على المدينة المنورة. فها هنا يا جماعة، ها هنا يا إخواني، كان رسول الله، وها هنا خطوات رسول الله وأصحابه، وها هنا صلى رسول الله بالناس صلاة العيدين، وها هنا صلى صلاة الاستسقاء، وها هنا صلى رسول الله صلاة الجنازة على النجاشي وهو في بلاد الحبشة. فالمعجزة الأولى هي إن الغمامة ظللت النبي، والمعجزة الثانية إن النبي عرف بوقت وفاة النجاشي والرسول في المدينة المنورة. وهناك على بعد مسجد ثاني اسمه مسجد أبو بكر، لأن سيدنا أبو بكر في خلافته كان يصلي بالناس هناك صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء. وها هنا مسجد الغمامة اللي كان فيه النبي بيصلي، وهناك المسجد الأبيض هو مسجد عمر تقريبا كان يصلي فيه كذلك ما صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى أصحابه وعلى آل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.